بسم الله الرحمن الرحيم. الآن راح نتابع المحاضرة الثانية من محاضرات دورة البيك مايكرو كنترولر. في هذه المحاضرة راح نركز على البرمجة بشكل عام، راح نركز على بعض الأمور في البرمجة اللي هي راح نأخذ الفور لوب. أولا الفور لوب تستخدم لتكرار مجموعة من الأوامر عدد معين من المرات. راح نأخذ كمان الإف. الإف تستخدم لاتخاذ مجموعة، يعني تنفيذ مجموعة من الأوامر بناء على شرط معين. إذا تحقق الشرط راح ننفذ مجموعة من الأوامر، إذا ما تحقق الشرط راح ننفذ مجموعة تانية من الأوامر. راح نأخذ كمان السيلكت كيس. السيلكت كيس تكافئ السويتش في السي بلس بلس. السيلكت كيس بيكون في عنا مجموعة، بيكون في عنا متغير معين له مجموعة محتملة من القيم. بناء على القيمة المتغير بننفذ مجموعة من الأوامر. إن شاء الله راح نشرح هاي الأمور بالتفصيل في هاي المحاضرة. نبلش نشغل أول شيء برنامج المايكرو بيسك. طبعا راح يكون في عنا ثلاث مشاريع في هاي المحاضرة. هون بفتح عنا برنامج المايكرو بيسك لنعمل المشروع الأول. نعمل بروجكت، نيو بروجكت، نسميه فيرست بروجكت. فيرست بروجكت هون بنحط اسم البروجكت، البروجكت باث اللي هو المسار اللي بدنا نخزن فيه البروجكت. بنعمل براوز، نختار وين بدنا نخزن البروجكت. بدي اختار انا في عندي فولدر اسمه فيرست بروجكت، بدي اخزنه جوا. اوكي، نعمل اوكي. نختار الديفايس اللي بدنا نستخدمه. احنا حكينا بدنا نستخدم البي 16F877. الفريكوانسي الفريكوانسي اللي راح نستخدمه اللي هو 4 ميجا هرتز، بنحط OO4. نعمل configuration للفلاجز اللي هو الفلاجز اللي انشرحت هاي بالتفصيل في المحاضرة الأولى. نعمل configuration بشكل سريع. cb off، debug off، write_enable off، cbd off، lvb off، البودن on، البورتي off، الwdt off. الآن نوع الأوسيليتر اللي راح نستخدمه. طبعا في عنا 4 أنواع، احنا راح نستخدم ال 4 ميجا هيرتز. 4 ميجا هيرتز بتكافي ال XT أوسيليتر، بنختاره، بنعمل أوكي. بنلاحظ انه كلمة عنا بروجرام، عنا طلعت عنا كلمة بروجرام. تحت كلمة بروجرام اللي هي راح نبلش كتابة الكود. مباشرة تحت البروجرام لا بإمكاننا نعرف البروسيجرز، بإمكاننا نعرف الفانكشنز، بإمكاننا نعرف الفاريبلز. طبعا في فرق بين البروسيجر والفانكشن. البروسيجر ما بيرجع قيمة، الفانكشن بيرجع قيمة. حاليا هاي الأمور ما بتهمنا، أهم إشي عندنا تعريف متغيرات. راح نعرف المتغيرات مباشرة تحت كلمة بروجرام. راح نستخدم في المشروع الأول راح نستخدم متغير واحد. طبعا شو هو المشروع الأول؟ المشروع الأول راح يكون عندنا 8 لدات مشبوكين على بورت على البيك. راح يضوا اللدات بالترتيب، راح يضوا اللد الأول، بعدين راح يضوي اللد الثاني. طبعا اللد الاول راح يضل شغال، راح يضوي اللد الثاني، راح يضوي اللد الثالث، راح يضوي اللد الرابع، وهيك لحد ما يضوي كل اللدات. بعدين راح نبلش عمليه عكسيه، راح نبلش نطفي اللدات بالعكس. راح يطفي اللد الثامن، راح يطفي اللد السابع، راح يطفي اللد السادس، وهيك حتى نطفي كل اللدات. هذا هو برنامجنا الاول بكل بساطه. راح نحتاج نعرف متغير. راح نبلش كتابه الكود الان، راح نفهمه ان شاء الله شوي شوي. نبلش بكتابة أول شيء. نحتاج متغير في البرنامج هذا، نعرفه dim، نسميه i as integer. integer اللي هو نوع المتغير. راح نستخدم متغير من نوع integer. integer اللي هو رقم، يعني رقم صحيح، ما راح نحتاج إلى رقم صحيح في البرنامج هذا. dim i as integer. dim اللي هو عملية تعريف متغير، اللي هو أمر تعريف متغير. i اسم المتغير. as integer اللي هو نوع المتغير، نوع المتغير integer راح استخدمه. الان في عندنا ليبل اسمه مين. طبعا راح نشرح مستقبلا شو يعني ليبل، راح نشرح في هاي المحاضرة شو يعني ليبل. بس مبدئيا خلينا ناخذ امر مسلم فيه مين، نقطتين رئيسيتين. تحت المين بيكون في عندنا initializations. initializations اللي هي بتكون تعريفات اساسية قبل بداية الكود الفعلي لازم نعملها. أول إشي في عنا بورت اسمه تريس، اللي هو هذا البورت بيكون بيعرف إذا كان البورت المكافئ إله أوتبوت أو إنبوت.
طبعا انا راح استخدم تريس دي، انا راح استخدم البورد دي على اساس اوتبوت، لذلك بعمل تريس دي يساوي، بحط اشاره النسبه المئويه، بحطهم كلهم اصفار. الان هيك تعرف تريس دي على اساس اوتبوت. عندنا عرفنا التريس دي هيك، البورد دي تعرف على اساس اوتبوت. طبعا نشرح اول اشي شو يعني بورد وشو يعني ريجستر. البورد هو باختصار هو ريجستر، البورد هو ريجستر. طبعا كيف تشكيلة البورد؟ البورد هيك بيكون، يعني بيكون بتات، في 8 بتات مرقمين من 0 ل 7، بياخذ قيمتين بالباينري، يا 0 يا 1، يا ممكن ياخذ قيمته 0 ممكن ياخذ 1. اذا كانت قيمته 0 معناته الاوتبوت عليه 0 فولت، الاوتبوت منه 0 فولت. اذا كانت قيمته 1 الاوتبوت منه بيكون 5 فولت. هاي ببساطة تعريف شو يعني بورت وشو يعني ريجستر، هيك بيكون شكله. طبعا التريز كل بت في التريز بكافئ بت في البورد دي. اذا كانت قيمة التريز 0 معناته البت المكافئ في بورد دي بيكون اوتبوت. اذا كانت قيمة التريز دي، البت الاول مثلا في تريز دي قيمته 1، بيكون البت المكافئ في بورد دي هو انبوت. الان انا عرفت كل بورد دي على اساس اوتبوت، انا حطيت هون 8 اصفار، معناته كل بت في بورد دي هو عبارة عن اوتبوت. الان بدي اعطي قيمة بدائية للبورد دي، يعني بدي الاوتبوت الفعلي. الاوتبوت الفعلي مبدئيا بدي اياه يكون اصفار. بورد دي يساوي نفس العلامة اللي هي علامة النسبة المئوية، بنحط 8 اصفار. الان بورد دي تعرف على اساس اوتبوت، وتعرف كمان اعطانا قيمة بدائية اصفار، يعني حاليا لو انشبكنا للدات على بورد دي ما راح يكون في عندي اي اوتبوت، راح يكون كل الدات مطفيين. الان نبلش بالفور لوب. الفور لوب، الفور راح نستخدم المتغير اللي عرفناه. طبعا اول اشي نشرح شو يعني فور لوب. فور لوب، الفور لوب بكل بساطة بيكون في عندي كاونتر، كاونتر اللي هو عدد المرات اللي راح نطبق فيها الانستركشنز جوا الفور لوب. نعطي قيمة مبدئية، مثلا خليه يكون بدايته 0 ونهايته عند 7. ديكلير اول اشي بنعرفه على اساس 0، بنفوت بنشيك هل وصلنا 7. طبعا احنا ما وصلنا، لساتنا عند 0. بنعمل الكود، بعدين بنزيد الكاونتر بتصير قيمته 1. بنرجع بنشيك هل وصلنا 7، طبعا لسه ما وصلنا. بنرجع بنطبق الكود كمان مرة، بنعمل زيادة للكاونتر، بنرجع نعيد هيك في اللوب لحد ما نوصل رقم 7. اخر اشي لما نوصل رقم 7 بنروح على الكونديشن، وصلنا الكونديشن، هل وصلنا رقم 7؟ فعلا وصلنا رقم 7، فبنطلع من اللوب. طبعا هاي الفكرة الاساسية للفور لوب. الان رح نطبقها في الكود، رح نستخدمها معنا في الكود. نرجع على البرنامج تبعنا، نعمل فور اي يساوي 0 تو 7. الان رح نعيد هاي الاوامر 7 مرات. شو اللي بدنا نعمله هلا في جوا الفور؟ بورت دي دوت اي. طبعا شو يعني بورت دي دوت اي؟ يعني هلا انا في البورت دي بدي اختار بت معين، بت معين راح تكون قيمته اي اللي هي نفس قيمة الكاونتر. بورت دي دوت اي يساوي 1. الان شو اللي راح يصير؟ خلينا نعمل ديلي، نستنى الان. هلا ان شاء الله راح نرجع نعيدها بشكل اوضح. ام اس 500 ملي سكند. نيكست اي، شو اللي راح يصير هون بالضبط؟ راح نبلش بالكاونتر من قيمه 0. بورد دي دوت اي اللي هي بورد دي قيمه اي حاليا 0، معناته البت الاول في بورد دي راح يكون، او البت رقم 0 في البورد دي راح تكون قيمته 1. راح يطلع عندي 5 فولت، يعني الليد اللي مشبوكه على البورد رقم 0 في البورد، على البت في البت رقم 0 في البورد دي راح تكون قيمته 1. راح نستنى 500 ملي سكند، بعدين راح نروح نعمل زيادة لقيمة اي. كانت قيمة اي 0، الان صارت قيمتها 1. راح نرجع بورت، هل وصلنا 7؟ لسه ما وصلنا، لذلك راح نفوت جوا اللوب كمان مرة. بورت دي دوت 1، يعني البت رقم 1 في البورت دي راح تصير قيمته 1. راح نستنى كمان 500 ملي سكند، راح نرجع نزيدها لقيمة 2، وصلنا 2. هلا بورت دي دوت 2 اللي هو البت رقم 2 في البورد دي راح تصير قيمته 1. راح نستنى 500 ملي سكند، وراح نرجع نزيد بورد دي، راح نزيد قيمة اي لحد ما نوصل 3.
هلا هاي العملية رح تتكرر لحد ما نوصل رقم 7. لما نوصل رقم 7 البورت دي دوت 7 رح يطفي. البورت دي بورت دي البت رقم 7 في البورت دي رح يصير قيمته 1. رح نستنى 500 ملي سكند، بعدين رح نروح على القيمة اللي وراها. القيمة اللي وراها 8، هل وصلنا رقم 8؟ هل وصلنا رقم 7؟ احنا صرنا اكثر من 7، فعشان هيك رح نطلع من اللوب. هيك بيكون عندنا ضوء الليدات بالترتيب، اللي هو البت رقم 0 ضوء، بعدين البت رقم 1 ضوء، بعدين البت رقم 2 ضوء. في ديلي بينهم 500 ملي سكند اللي هو نص ثانية. طبعا نرجع على الديلي، الديلي تنكت الديلي اندرسكور ام اس، ام اس اللي هو ملي سكند، بالملي سكند 500 ملي سكند اللي هو تكافئ نص ثانية. فبالبرنامج شو راح يعمل عندنا؟ راح يستنى فترة 500 ملي سكند بين لما يضوي الليد والليد اللي ورا. هيك بيكون ضوينا الثمان ليدات. هلا نبلش بالعملية العكسية، بدنا نطفي الليدات بالترتيب. نعمل 4i يساوي 0 يساوي، هلا راح نبلش بالعكس، راح نبلش من البت السابع، راح نطفيهم بالترتيب. السابع راح يطفي، السادس راح يطفي، الخامس راح يطفي، لحد ما نوصل للبت رقم 0. 4i يساوي 7 2 0 ستيب سالب 1. شو يعني ستيب سالب 1؟ ستيب سالب 1 انا بدي احكي له انه انا نازل نزول مش طالع طلوع، انا نازل من 7 6 5 4 3 2 1. ليش ما كتبتها هنا؟ لانه باي ديفولت هي ستيب 1، يعني سواء كتبتها او ما كتبتها نفس الاشي. الان نبلش عملية عكسية، بورت دي دوت اي يساوي 0. نعمل كمان مرة ديلي 500 ملي سكند اندرسكور ام اس 500 نكست اي. اللي راح يصير كالاتي، اول اشي راح نروح قيمة اي 7، راح نروح على البت رقم 7 في البورت دي، راح نطفي، راح نعمل ديلي 500 ملي سكند، راح اروح على نكست اي، نكست اي كان 7 صار 6، فراح اروح على البورت دي البت رقم 6 اعمله اوف، استنى 500 ملي سكند، اروح على اللي وراء، اللي وراء رقم 5، وهيك لحد ما اوصل رقم 0، بعدين رح يطلع من اللوب. هاي بكل بساطة اللي هي اللي هو برنامجنا الاول، اللي هو رح يعمل رح يضوي جميع الليدات رح بالترتيب 0 1 2 3 4 لحد ما يوصل للسابع، ورح ينزل نزول من 7 لحد 0 يطفي كل الليدات بالترتيب. اخر الكود لازم نكتب شغلة اللي هي end dot. هيك بيكون البروجكت الاول شبه خالص. هذا الكود هلأ رح نطبقه على بروتوس ورح نشوف الاوتبوت منه. طبعا نعمل build project، نتأكد انه ما في اخطاء. هيو قاعد بيعمل build، وانا اعطاني success، ما في اي خطأ في البرنامج. الان نعمل الكود، نطبق الكود على برنامج بروتوس. برنامج بروتوس اللي هو البرنامج اللي رح نستخدمه بالسيميوليشن، سيميوليشن للكودز اللي رح نكتبها. في عنا اول اشي هون pick parts from libraries، هون بنختار القطع اللي رح نستخدمها في السيميوليشن. اكيد اول اشي رح نستخدم البيك، فشو بنروح؟ بنروح على microprocessor ICs، microprocessor ICs pick 16F family، هاي العائلة اللي رح نستخدمها. احنا حكينا رقم البيك pick 16F877، فرح نلاقيها هون جوا القائمة هاي pick 16F877، هاي هي البيك، دبل كليك عليها، بنلاحظ انها طلعت هون عند devices. ايش كمان راح نحتاج؟ بدنا ليدات، بنروح على اوبتو الكترونكس، اوبتو الكترونكس وين موجودة؟ اوبتو الكترونكس هيها، بنختار ليدز من هون من عند سب كاتيجوري ليدز، نختار ليد اي ليد، ليد اي نوع، ليد بلو، دبل كليك عليه، بنلاحظ انه ظهر عندي devices. نختار ريزيستور، احتمال نستخدم ريزيستور، بنروح على السب كاتيجوري نختار جينيريك ريزيستور عادي. هيك ببساطة، يعني هاي كل القطع اللي رح نستخدمها في البروجكت الأول. بنطلع نختار البيك 16F877 بنحطها. الآن بدنا نشبك هاي بورد دي هون 8، شايفين بنعد من 0 RD0 RD1 RD2 لهيك لحد RD7. بنشبك هلا عندنا الليدات، هاي الليد الاول، بنعمل روتيت، روتيت كلوك وايز، طبعا هيك مش هيك بدنا اياه، احنا بنعملها كمان مره،
الآن طبعا بالعادة يشبك، يعني بالعادة بنشبك مقاومة مع الليد. المقاومة هاي قيمتها عمليا، طبعا أنا بحكي عمليا، بتكون 330 أوم. إلها حساباتها، بالعادة تستخدم 330 أوم، بنشبكها مع الليد. الآن هاي العملية بدي أكررها 7 مرات، إني أعمل أشبك، يعني راح يكون عندي 8 ليدات و8 مقاومة، فبختاره بعمل بلوك كوبي. الآن هاي السادس وهاي السابع وهاي الثامن، لأن الترقيم بدأ من صفر. الآن بنشبكهم RD0 على الليد الأول، RD على الليد الثاني، RD2 على الليد الثالث، وهيك لحد ما نوصل ل8 ليدات. طبعا هون مكان المكان عامل لنا مشكلة بسيطة. هيك بيكونوا انشبكوا 8 ليدات. الآن الطرف الثاني من الليد اللي بدي أشبكه على مقاومة، بنختار تيرمينال مود، بنختار جراوند. الآن كل ليد المفروض يكون مشبوك على مقاومة على صفر، على الجراوند الطرف الثاني بيكون مشبوك على الجراوند. الآن ال8 ليدات مشبوكين على الجراوند، مشبوكين بمقاومة من بورت دي. الآن بدي أحمل البيك بالكود اللي أنا كتبته. طبعا في بعض الأمور لازم تنشبك عمليا، يعني الـ OSC1 والـ OSC2 بنشبكوا على الأوسيليتر، الـ MCLR لازم ينشبك على 5 فولت. هاي الأمور عملية، إحنا ما بنحتاجها في الـ إحنا ما بنحتاجها في السيميوليشن، يعني باخدها أوتوماتيكلي هاي الأمور. بنعمل دبل كليك على الـ على البيك نفسها، بنعمل براوز، بنختار الـ بنفوت على نفس الفولدر اللي كتبنا فيه الكود، first project.txt. ملف الهكس بيطلع اذا عملنا بيلد، احنا عملنا بيلد وتاكدنا انه البيلد سكسسفول، بيطلع عندنا ملف هكس، هكس فايل بنسميه، هكس فايل اللي هو بخزن الكود اللي احنا كتبناه بلغه، يعني بمشين لانجويج البيكي بتفهم عليه، فبنختاره دبل كليك اوكي. الان بنشغل البروجكت نشوف هل الاوتبوت صحيح ولا لا. بنعمل رن بلاي نشوف، بنلاحظ انه ضوى الليد الاول، ضوى الليد الثاني بعد نص ثانية، الليد الثالث، الليد الرابع، وهيك لحد ما يضوا كل الليدات. طبعا مجرد ما ضوى كلهم راح تبلش العملية العكسية، اللي هو راح يطفي الليد الثامن، الليد السابع، الليد السادس، وهيك لحد ما نوصل اخر ليد. طبعا مجرد ما انتهى البرنامج ما راح يرجع يعيد نفسه، ما راح يرجع يعيد نفسه. طب انا بدي اعيد البرنامج اخليه يعيد يكرر نفسه مرات لا نهائية، شو ممكن اعمل؟ نرجع على الكود اللي كتبناه. الان بدنا نعمل تعديل على البرنامج، بدنا نخلي البرنامج، بدنا نخلي الليدات يضوا من 0 ل 8، بعدين بدي اطفي البورد كامل مباشرة مرة واحدة، بعدين ارجع اخليه يعيد كمان مرة يضويهم بالترتيب من 0 ل 7 اللي هو 8 ليدات. نبلش اول شيء نلغي هذا الجزء من الكود ما بنحتاجه، اللي هو يرجع يطفي الليدات، انا بدي اطفيهم مره واحده. فمجرد ما ضوي كل الليدات بنكون وصلنا هون في البرنامج، في هاي المنطقه في البرنامج. فبدنا نعمل بورت دي يساوي، بدي اطفيه كله، فحط اشاره النسبه المئويه 8 اصفار. الان بدي اعمل ديلي، ديلي underscore ms، نختار 250 ملي سكند، اللي هو راح يرجع، يعني راح يستنى 250 ملي سكند بعدين راح يرجع يعيد البرنامج. الان كيف بدي اخليه يعيد البرنامج؟
بدي استخدم ليبل. شو يعني ليبل؟ الليبل مجرد مؤشر للبرنامج انه انا بدي ارجع اعيد تطبيق البرنامج من نقطة معينة. فبدي اعطيه النقطة، انا بدي اعيد من هنا، من هاي النقطة، من هاي المنطقة. فبحط هنا ليبل مثلا، خلينا نسميه ستارت. ستارت نقطتين رئيسيتين. بعد ما يخلص تنفيذ البرنامج اللي هو في المنطقة هاي، بحط go to start، يعني راح يبلش تطبيق البرنامج، راح ينزل البرنامج ويطبق عادي. بعد ما يخلص تطبيق البرنامج راح يرجع يعيد من نقطة start. فكيف راح يعمل البرنامج بالآخر؟ كيف راح يشتغل البرنامج بالآخر؟ راح يضول الدات من 0 ل 7 اللي هو هذا الكود. بعدين راح يطفي بورت دي كامل. بعدين راح يستنى 250 ملي سكند. بعدين راح يرجع عند ستارت. طبعا نخفف هاي الويت، هاي الفترة بلاش تكون 500 ملي سكند، خليها تكون 250 ملي سكند. طبعا لا تسريع البرنامج بس مش اكتر، ما في سبب يعني منطقي غير هيك. نعمل بيلد كمان مرة للبرنامج، بيلد بروجكت. لما عملنا بيلد بروجكت صار في عنا هيكس فايل جديد بنفس الفولدر، طبعا بنفس الاسم القديم. فبنرجع لبروتيوس، دبل كليك بروجرام فايل، بنختار الفولدر اللي هو فيرست بروجكت هيكس، هيكس فايل، هيكس فايل تايب، هيكس فايل. بنعمل اوكي. الان نشغل الكود نشوف شو بده يصير، شو بده يعمل، شو راح يطلع معنا الاوتبوت الفعلي. ضول الليد الاول 250 ملي سكند، على الليد الثاني والثالث والرابع والخامس، هيك لحد ما يوصل للليد الثامن. هلا راح يطفي كل الليدات، المفروض طفوا كل الليدات. رجع ضول الليد الاول، الثاني، الثالث، هيك الى ما لا نهايه. طبعا هذا بكل بساطه هو البروجكت الاول اللي عملناه، استخدمنا فيه الفور لوب. البروجكت الثاني اللي راح نعمله راح نستخدم فيه الاف، الاف ستيتمنت. وبعدين راح نعمل البروجكت ممكن نستخدم فيه الاف ستيتمنت، الفور لوب، وراح نستخدم فيه كمان السيلكت كيس. هيك انتهى البرنامج الاول. الان نبلش بالبروجكت الثاني. البروجكت الثاني راح نستخدم فيه سويتش. سويتش بمعنى يعني بمعنى كبسه. راح نستخدم كبسه، راح نحط نشبك الكبسه على بورت بي. راح نشبك الكبسه على بورت بي. لما نضغط هاي الكبسه راح يكون عندنا 8 كبسات، 8 سويتشات. كل ما نكبس على سويتش، الليد المقابل في بورت دي بدي اياه يضوي. يعني لو كان عندي سويتش مشبوك على ار بي 0 وضغطت السويتش، ال ار دي 0 راح يشتغل، اللي هو الليد اللي على ار دي 0 راح يشتغل. لو كان عندي سويتش مشبوك على ار بي 7 ضغطت على السويتش، راح يضوي الليد المقابل على ار دي 7. هاي فكره البروجكت الثاني اللي راح نعمله. الان نتعرف على انواع السويتشات. في عندي نوعين من السويتشات، بول اب وبول داون. نتعرف عليهم نوع نوع. النوع الاول بول اب، بيكون في مقاومه مشبوكه مباشره على الفي سي سي. الان اذا السويتش اوف، اذا انا مش ضاغط على السويتش، راح يكون عندنا 5 فولت داخل على البيك. اذا انا ضغطت على السويتش راح يدخل على البيك 0 فولت، راح يصير دروب فولتج على المقاومه هاي، وراح يكون عندي 0 فولت داخل على البيك. يعني الحاله الطبيعيه راح تكون 5 فولت على البيك. لما اضغط على السويتش راح يدخل عليها 0 فولت. فمجرد ما دخل عليها 0 فولت بنتخذ قرار انه دخل عليها 0 فولت، اذا السويتش انضغط. هذا النوع الاول من السويتشات. النوع الثاني من السويتشات اللي هو البول داون، بيكون فيه مقاومه 10 كيلو اوم كبيره مشبوكه على الجراوند، عند الجراوند. فاذا السويتش مش مضغوط، اذا السويتش مش مضغوط بيكون عندي 0 فولت داخل على البيك. اذا ضغطنا السويتش بدخل على البيك 5 فولت، اللي هو هون بيكون عندي شورت سيركت مكان السويتش، بيكون فيه هون 5 فولت. طبعا ال 100 اوم هاي بس مجرد حماية من انه يدخل تيار كبير على البيك. هاي فكرة انواع السويتشات، ممكن نستخدم اي واحد منهم في برنامجنا. نبلش اول اشي نعمل السيركت، بعدين نكتب الكود. بلاش نعمله لتمن لدات، بكفي 4 يعني. نلغي طبعا الفكرة نفسها راح تكون اكيد. نلغي التمن 4 لدات ونخلي 4. الان هون الجراوند راحت، نرجع نحط جراوند ثانية من عند تيرمينال مود. جراوند، هاي جراوند، شبكة هون.
تمام. الآن عندي 4 ليدات مشبوكين على RD، من RD 0 ل RD 3 4 ليدات. الآن نشبك السويتشات، نختار أي نوع من السويتش. طبعا عندي البول أب حكينا، وعندنا البول داون. بدي أنا لما أكبس الليد، لما أكبس السويتش بدي الليد يدخل 5 فولت على البيك، فبدي أستخدم بول داون سويتش. نجيب السويتش، نعمل السويتش. شو بنحتاج عشان نبني السويتش؟ رح نحتاج أول إشي أكيد مقاومة، نروح على الريزستور، موجودة المقاومة أصلاً ما رح نحتاجها، بس بدنا ندور على سويتش. نكتب كيوردز، نكتب سويتش. الآن switching and relays، ممكن نستخدم switches، نختار button، أو ممكن يعني بدون ما نكتب كلمة switch أصلاً نلاقيها بطريقة تانية. switches and relays، نختار switches، نختار button. الآن هي ضفت البتون، طلعت عندي بالديفايسز. الآن بدي أبني السويتش. شو بحتاج عشان أبني السويتش؟ أول إشي بدي فولتية، بدي مصدر فولتية 5 فولت. نختار تيرمينال فود، نختار باور، هاي باور سورس. طبعا هون هاي هيك الباور سورس بطلع شكله مثلث، بنعمل عليه كليك، نختار VCC VDD أو VDD، ممكن نختار أي واحد منهم، VCC VDD. أوكي، عندي صار السورس، هاي السورس عندي 5 فولت. الآن نشبك السويتش، نختار سويتش، نختار نرجع على الديفايسز كومبوننت مود، نجيب البتون، نعمل روتيت كلوك وايز او انتي كلوك وايز. تمام، نشبكها على الباور سورس. الآن بدي المقاومة، ريزيستور، نبني ريزيستور، نجيب ريزيستور، نعمل له روتيت، نختاره، نشبكه مع السويتش. وآخر إشي بدي جراوند أكيد. عفواً، اخترنا نعمل اسكيب هنا. المفروض نختار مش السب سيركت، سب سيركت مود، نختار التيرمينال مود، نختار جراوند. الآن نشبكها. الآن هيك عندي السويتش جاهز، بضل أشبكه على البيك. الآن بدي أعمل منه 4 نسخ، نختاره، بلوك كوبي، عندي الآن منه 4 نسخ. الآن ضل أشبكه على البيك، بنختار من هون من هاي المنطقة، الآن صار عندي 4 سويتشات مشبوكين على البورت بي، وعندي 4 ليدات مشبوكين على البورت دي. بدي لما أضغط الكبسة أعمل كليك هيك على السويتش، يضوي الليد الأول. لو كبست هنا المفروض يضوي الليد الثاني، مجرد ما رفعت إيدي المفروض يصفي الليد. هاي فكرة البروجكت اللي بدنا نعمله حاليا. نبلش بالخطوة الثانية اللي هي البرمجة. طبعا البروجكت الماضي لساته مفتوح، كيف بنسكره؟ بنعمل بروجكت، طبعا إذا بدنا نعمل فايل سيف بنعمل له سيف، إذا بدنا بنعمل بروجكت كلوز بروجكت عشان نسكر البروجكت، كلوز بروجكت. بنعمل الآن بروجكت نيو بروجكت، أسميه بروجكت 2، بروجكت 2. بروجكت باث براوز، بختار وين بدي اخزنه، في عندي فولدر اسمه سكند بروجكت مثلا، بعمل اوكي. البيك F1877 4 ميجا هرتز، نعمل كونفيجريشن سريع للفلاجز، كونفيجريشن سريع للفلاجز عملناه. WDD off XT oscillator، اوكي. الآن نبلش بالكود. كودنا بسيط جدا، يعني راح يكون بسيط جدا، راح نستخدم فيه الفور لوب. طبعا ما راح يكون في عندي أي تعريفات متغيرات، على الأغلب إني ما راح أستخدم متغيرات، إذا احتجت متغيرات بضيفها بعدين. هاي المين، تحت المين نبلش كتابة الكود. راح نستخدم فيه الإف ستيتمنت، حكينا الإف، نشرح الإف شو يعني إف. الإف بيكون عندي كونديشن، إذا الكونديشن تحقق بعمل
كود معين، اذا الكونديشن ما تحقق بعمل كود ثاني معين، بعدين بطلع من الاف وبكمل تطبيق البرنامج. اعيدها بشكل سريع، بكون في عندي كونديشن، اذا الكونديشن تحقق، اذا الاف كونديشن از ترو بعمل الاف كود، بيكون في كود تحت كلمه اف بنعمله. اذا الكونديشن ما تحقق بيكون في عندي else كود، طبعا هذا else كود اختياري، يعني بصير اكتبه بصير ما اكتبه. وبعد ما يطبق الالس كود اذا الكونديشن كان مش متحقق برجع يطبق الانستركشنز بالترتيب، بالترتيب اللي من ورا، يعني الكودات الانستركشنز اللي تحت الاف ستراكشر او تحت الاف ستيتمنت. نبلش نبلش فيهم واحده واحده. اف هيك بتنكتب الاف، اف بورت دي دوت زيرو، اف بورت بي عفوا، بورت بي دوت زيرو يساوي واحد. اذا ضغطنا معناته اذا ضغطنا السويتش الاول شو بدنا نعمل؟ زين اذا ضغطنا السويتش الاول بدي بورت دي دوت زيرو اللي هو البورت الاول، البت الاول في البورت دي بدي يصير واحد. اذا ما ضغطنا else طبعا بورت دي دوت زيرو يساوي صفر. يعني اذا طبعا هون اند اف، الان اشرح الكود بشكل سريع. اذا ضغطنا اف بورت بي دوت زيرو، اذا ضغطنا البت الرقم صفر في بورت بي، اذا راح يضوي البت الاول في بورت دي. اذا ما صارت هاي الحالة انه ما انضغط هاد، راح يطفي البورت الاول من راح يطفي، طبعا هون في خطأ عفوا لو هون هيك، راح يطفي راح يطفي البت الاول في بورت دي. اند اف، اعيدها بشكل سريع مرة تانية. اذا ضغطنا البت الاول في بورت بي راح يضوي البت الاول في بورت دي، اذا ما انضغط راح يطفي البورت الاول في بورت دي. وهنا اند اف انه انهينا الاف ستيتمنت. طبعا في شغله نسينا نعملها اللي هو اعرف انه بورت، طبعا هلا هون بورت دي نطلع الشكل، بورت دي عباره عن اوتبوت بس بورت بي عباره عن انبوت، انا بحتاج اعرف هاي الامور. معناته نرجع الكود نعرف كمان مره، تريس دي يساوي طبعا كل بورت دي اوتبوت، بدي اعرفه كله اوتبوت. التريس بي يساوي كله input بدي اياه. القيمة المبدئية لبورت دي بدي اياه كله يكون مطفي مبدئيا، يعني فبعمل بورت دي يساوي صفر قبل تطبيق الكود الفعلي اللي هو هون. هاي الاوامر المفروض تكون تحت المين، طبعا فوق المين، المنطقة اللي فوق المين اللي هي تعريف التعريف المتغيرات بيكون فيها، ما عندي اي متغير. تحت المين بيكون في initializations، طبعا مجرد ما عملت initialization دائما الافضل اني اكتب start اللي هو المنطقة اللي بدي اعيد فيها كتابة الكود. start طبعا هيك يعني الفكرة الاساسية للكود هي هيك بهاي البساطة هاي. نبلش الان. اذا كان طبعا هاي العملية راح تتكرر 4 مرات، نرجع نعيدها كما هاي اللي عملناها احنا للبت رقم صفر، نرجع نعيدها للبت رقم واحد. if port d b dot 1 يساوي 1 then port d dot 0 يساوي 1 else بورت دي، طبعا هون عفوا هون واحد بورت دي دوت واحد يساوي صفر انت اف. عملناها للبت الاول هيك بشكل بسيط، نعيدها للبت الثاني والبت الثالث لكل للاربع بتات. الان نعمل كوبي اختصارا للوقت، يعني نعدل فيه بعض الامور. هنا اثنين اثنين اثنين، هنا اثنين اثنين اثنين، ثلاث ثلاث ثلاث. بعد نهاية الكود، بعد ما ينتهي هذا الكود بدي أخليه يرجع يعيد من أول وجديد،
go to start. آخر إشي end نقطة بنحط end dot. هذا الكود البرنامج الثاني. نعيد عليه بشكل سريع. أول إشي المين، تحت المين عرفنا اللي عرفنا trace d أو trace d على أساس output، عرفنا بور دي على أساس output من خلال التريز. بما أنه حطينا أصفار فمعناته بور دي عبارة عن output، عرفنا بور بي على أساس input، حطينا كل إشي واحد، كل البتات اللي فيه واحد، عطينا قيمة بدائية لبور دي أصفار ما بدي يكون ولا أي ليد ضاوي. الآن بلشنا البرنامج تحت start. إذا كان بورت بي، إذا كان البت الأول البت رقم صفر من بورت بي واحد، يعني أنا كبست الكبسة، then البت رقم صفر من بورت دي راح يضوي، إذا أنا ما ضغطها راح يطي. وهيك نفس الإشي لكل البتات. إذا أنا ضغطت على البت رقم واحد أو إني ضغطت على السويتش رقم واحد المشبوك على البت رقم واحد في البورت بي راح يضوي، راح يضوي البت رقم واحد في البورت دي. إذا أنا ما ضغطته راح يطفي البورت الأول من بورتي، راح يضوي البت الأول من بورتي. وهيك لحد ما هيك لكل البتات، لكل العمليات. بعدين راح يرجع بنهاية البرنامج، راح هنا go to start اللي هو راح يرجع يعيد البرنامج من أول وجديد. وآخر إشي end، نعمل build أتأكد إنه ما في أخطاء. عندي success صار، ما في عندي أي أخطاء. نروح على البروتيوس، نعمل لود اللي هو نعمل دبل كليك عليه أول إشي، بنختار نعمل براوز، بنختار second project، project 2 اللي هو اسم البروجكت اللي أنا سميته، نعمل أوكي. طبعا هيكس فايل احنا حملنا حاليا الهيكس فايل لجوا البك. الآن طبعا هون عمل لي خطأ بالفترة لما اخترنا VCC VDD، فالأفضل نختارهم كلهم VDD تجنبا لأي أخطاء VDD. الآن بلش تشغيل البروجكت. شو اللي راح يصير حاليا؟ مجرد ما أضغط على السويتش المفروض يضوي الليد الأول، المفروض أضغط على السويتش الثاني يضوي الليد الثاني. طبعا هون نتأكد انه حملنا الملف صح، project 2 اوكي. نعمل الان run. الان بدي اضغط على السويتش الاول المفروض يتولد الاول، ضغطنا. لما ارفع ايدي المفروض شو راح يصير؟ لما نرفع يعني الضغط عن السويتش المفروض يتولد. مجرد ما رفعنا السويتش طفى الليد. طبعا هيك لكل الليدات، ممكن اي ليد نعمله هيك. طبعا هاي هي بكل بساطة اللي هي فكرة البروجكت الثاني. بروجكت بسيط جدا، وهيك انتهى البروجكت الثاني. نتابع الان بالبروجكت الثالث. البروجكت الثالث راح نستخدم فيه select case. شو راح يصير في البروجكت الثالث؟ راح نستخدم نفس السيركت. اولا راح يكون في عنا الأربع سويتشات، إذا ضغطنا على السويتش الأول راح يضوي الأربع ليدات مرة واحدة ويرجعوا يطفوا. إذا ضغطنا على السويتش الثاني راح يشتغلوا الأربع ليدات ويطفوا ويرجعوا يشتغلوا ويطفوا، يعني مرتين راح يضوا، والثالث ثلاث مرات راح يضوا، والرابع أربع مرات راح يضوا. هاي فكرة البروجكت. راح نستخدم فيه select case واحتمال نستخدم فيه الفور لوب. نبلش بالبروجكت هلا. السيركت راح تكون نفسها جاهزة، بس راح نرجع نكتب الكود ونشوف فعلا هل بطلع الاوتبوت المطلوب او لا. بروجكت نيو بروجكت، نسميه بروجكت 3. بروجكت باث اللي هو نختار الباث اللي بدنا اياه، فولدر ثيرد بروجكت مثلا. البيك 16F877 4 ميجا هرتز. الاوسيليتر اكس تي وجيجو تايمر اوف. البودن اون ال في بي اوف سي بي دي اوف دبليو ار تي اوف ديباج اوف والكود بروتكشن اوف. اوكي الان نبلش بكتابة البرنامج، نشوف شو راح نحتاج في البرنامج.
أولاً احتمال نستخدم متغير i اللي هو العداد dim i as integer. راح نشوف وين راح نستخدمه هذا الانتجر. انتجر الآن نحط المين الليبل مين اللي تحتيه راح يكون الانيشياليزيشنز تحت المين. أول إشي بدي أعرف البورت بي على أساس input والبورت دي على أساس output. تريس بي يساوي كل بدي بورت بي كله يكون input، فلذلك بحط 8 وحدات. بدي أعرف البورت دي على أساس output، لذلك بحط تريس دي يساوي كل إشي صفر. بالتقييم المبدئية لبورت دي، بورت دي بديش عليه أي إشي أي output، فلذلك بحطه كله صفر كمان. اللي صار إنه عرفنا البورت بي على أساس input، عرفنا البورت دي على أساس output، وعطينا قيمة مبدئية لبورت دي. هون اللي صار. الآن نبلش بكتابة الكود الفعلي من عند start. نحط الليبل تبع start. نبلش. الآن رح نكتب select case. select case. نعرف شو يعني أول شيء select case. select case. هاي. عندنا expression معين. بنقارنه في مجموعة قيم. مجموعة قيم بعد أي قيمة بتتحقق فيه بنطبق الكود التابع لها. يعني ممكن يكون عندنا متغير قيمة X. X إذا كانت X قيمته 1 في عندنا كود معين. إذا كانت قيمة X 2 في عندنا كود معين. إذا كانت قيمة X 3 في عندنا كود معين. طبعا قيم X بتكون محصورة، ممكن تكون 1 ممكن تكون 2 ممكن تكون 3، يعني قيم معينة فقط، ما بيكون في إلها قيم مفتوحة. يعني إحنا عارفين كل احتمالات لقيمة X وبناء عليه بنطبق كود. هاي هي بكل بساطة فكرة select case. طبعا رح نستخدم select case بشكل مختلف قليلا، يعني رح يكون متغير شوية عن هاي الشكل. نبلش select case. select case select case 1. الآن رح أقارن قيمة 1 في أكثر من بورت. الآن رح توضح إن شاء الله. select case 1 إذا كان بورت b.1.0 يساوي كيس، طبعا هون نكتب كيس بورت b.0. شو اللي راح يصير؟ راح يقارن قيمة الواحد بالبورت b.0، يعني راح يقارن البت رقم 0 في البورت b مع رقم 1. إذا كان بورت b إذا كانت القيمة 1 راح يطبق الكود تحت الكيس. شو راح يصير حاليا عندنا؟ بدنا نعمل اول شيء نضوي كل الليدات في بورت دي. بورت دي يساوي بنحط إشارة النسبة المئوية 8 اصفار. اول شيء لا عفوا بدنا يكون عندنا 8 وحدات لان هي ضوينا. بعدين نعمل ديلي، بدنا نستنى ام اس 100 ملي سكند. بعدين نرجع نطفي بورت دي يساوي الان ديلي اندرسكور ام اس 100 ملي سكند. هيك انتهت الحالة الاولى. يعني راح يكون عندي اذا راح نقارن 1 مع بورت بي دوت 0 مع البت الاول في بورت بي مع البت رقم 0 في البورت بي. راح يضوي بورت دي كامل، راح يستنى 100 ملي سكند وراح يرجع يطفي مرة واحدة بس، وبعدين راح يستنى كمان 100 ملي سكند وهو طافي. بعدين هو خلص اصلا طافي، ما في مشكلة. يعني الان نشوف كيس الثاني اللي هي كيس انه ضغطنا على بورت بي دوت 1. اذا ضغطنا على البت رقم 1 في البورت بي شو اللي راح يصير عندنا؟ نفس العملية بورت دي اندرس بورت دي يساوي راح نضوي كله راح نعمل ديلي اندرسكور ام ملي سكند 100 ملي سكند راح نرجع نطفي راح
رح نستنى كمان 100 ملي سكند. رح نكرر هاي العملية مرتين، فنعمل كوبي. هيك رح تتكرر، رح يضوي، بعدين نستنى 100 ملي سكند رح يرجع يطفي، نستنى 100 ملي سكند يرجع يضوي، 100 ملي سكند يرجع يطفي. هيك الحالة الثانية. الحالة الثالثة انه ضغطنا على الكبسة على الكبسة الثالثة اللي هي مشبوكة على البت رقم 2 في البورت بي. كيس بورت بي دوت 2. الان بدل ما ارجع اكتب الكود هذا 3 مرات اكرره 3 مرات، ممكن اعمل فور لوب بسيطة هنا. فور اي يساوي 0 2 2، نكتب الكود اللي بدي اياه يتكرر 3 مرات. هون بنشوف فائدة الفور، انه بتختصر علينا كتابة، بتختصر علينا بدل كتابة كود طويل كتبنا كود بسيط. فور اي. الان انهينا الكيس الثانية، اخر كيس اللي هي الكيس الثالثة، نعمل كوبي لهون. اذا ضغطنا على الكبسة الثالثة راح يعيد هاي الاوامر 3 مرات. طبعا هون نسينا النكست اي. الان ننهي سيلكت كيس اند سيلكت اند سيلكت، واخر اشي اند دوت. شو راح يصير عندنا بالبرنامج؟ نعيد على البرنامج بشكل سريع. التريس بي عرفنا البورت بي على اساس انبوت، عرفنا البورت دي على اساس اوتبوت، اعطينا قيمه مبدئيه لبورت دي اللي هي كله صفار، يعني ما راح يكون عندي اي ليد ضاوي. الان سيلكت كيس بدي اقارن واحد مع بورت، بدي اقارن واحد مع، يعني بدي اعرف اي كبسه انضغطت مع البورت بي دوت 0، بدي اقارنها مع البورت بي دوت 1، بورت بي دوت 2، بورت بي دوت 3، فبدي اشوف انا اي كبسه انضغطت. حاليا اذا انضغطت الكبسه رقم 0 شو راح يعمل؟ راح يضوي كل بورت، بدي راح يضوي بورت دي، راح يستنى 100 ملي سكند وراح يرجع يطفي. اذا انكبست الكبسه الاولى راح يضوي 100 ملي سكند يرجع يطفي، كمان 100 ملي سكند يرجع يضوي، يستنى 100 ملي سكند وبعدين يرجع يطفي. الكيس 2 اذا كبسنا على اللي هي بورت بي دوت 2 راح يعيد هاي العمليه 3 مرات، اللي هي 0 1 2 0 1 2 3 مرات. ونفس الاشي لبورت لو كبسنا اخر كبسه اللي هي بورت بي دوت 3 راح يرجع يكرره 3 مرات، الكود راح يتكرر 3 مرات. وان سيلكت راح ينهي سيلكت كيس. بعد هيك بدي ارجع اخليه يعيد البرنامج كمان مره. جو تو ستارت اللي هو الليبل هي ستارت، وهيك راح يرجع يعيد البرنامج من اول وجديد. نتاكد الكود ما في اي خطا. ديلي اندرسكور 100 ملي سكند، في ديلي، في اس زياده هون ديلي. طبعا هون الخطا تكرر اكثر من مره لانه عاملين احنا كوبي. هلا نشوف نعمل له بيلد سكسسفول، يعني ما في اخطاء. نحمله على البيك نشوف شو بعطينا. براوز، احنا حكينا في بروجكت 3 سميناه. اوكي نعمل بلاي نشوف شو راح يصير معنا. نضغط على اي كبسة، نضغط على الثانية مثلا، المفروض يضوي يطفي يضوي يطفي، ضوى طفى ضوى طفى. نكبس على الاخيرة الرابعة، المفروض يضوي 4 مرات، 1 2 3 4 مرات. هيك الكود الاخير ان شاء الله انتهى، وهيك تقريبا خلصت ان شاء الله هاي المحاضرة. عندنا كتدريب بسيط، كنوع من التدريب، ممكن نعطي فكرة لكود ممكن تحاولوا تعملوه، اللي هو انه نعمل نفس الموضوع هاد، يكون عندي 4 كبسات، بدي اضغط على الكبسات ترتيب معين، ترتيب عشوائي، مثلا الكبسة الاولى الرابعة الثالثة الثانية، المفروض يخزنها البك، تخزنها وتعيدها على الليدات، يعني يضوي الليد الرابع يضوي الليد الرابع، الاول الثاني الثالث، يعني بنفس ترتيب الكبسات اللي انا كبستهم. لو عملت 1 4 3 2 بدي يعمل 1 4 3 2 على الليدات. هاي فكرة هوم ورك ممكن تحاولوا تعملوه. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من المحاضرة، وبنتمنى لكم التوفيق جميعا.